أسامة مروي يؤكد علاقته الوطيدة بعائلة بيوتي ويلمح عن سيدرا. شاهدوا المزيد من التفاصيل. اتضح لنا من خلال ستوري قامت بنشره شيرين بيوتي بالأمس عن تواجد أسامة مروى مع عائلة البيوتي، وتم كشفه من خلال حديثه في الستوري. والواضح أن أسامة مروى دائما يتواجد مع عائلة البيوتي، لكنهم يفضلون عدم إظهار ذلك للمتابعين. وأيضا أسامة مروى شارك مجموعة من الستوريات اليوم، علق عليهم أن أسامة بعد الفيديو الجاي ما رح يكون أسامة اللي قبل، يعني أسامة مروى رح يتغير بعد الفيديو القادم. والأغلب يتوقعون أن تلميحات أسامة مروى لها علاقة بمفاجأة سيدرا بيوتي، خصوصا أنه قام اليوم بنشر ستوري آخر وهو يرتدي الخاتم الذي حير كل المتابعين، مثلما فعلت سيدرا بيوتي التي قامت بدورها بالإعلان عن ارتباطها بتلميحها عن خاتم الخطوبة. رأيكم بخصوص هذا الموضوع؟ وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حين أمتلكم. نشوفكم بالفيديو الجاي.